وللمزيد من المتابعة حول وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الإفريقي، ينضم إلينا سعادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. سعادة السفير، كيف تقرأ هذه القمة التنسيقية وتحضيرها للقمة الاعتيادية في فبراير من عام 2024؟ هذه القمة تعقد بنصف سنوية، وهي قمة تنسيقية بين الاتحاد الأفريقي ومجموعة الاقتصادية الإقليمية الفرعية الخمس، بالإضافة إلى مجموعات اقتصادية أو سياسية أخرى في القارة الأفريقية، منها سبيل المثال الإيجاد والكوميسا. هذه القمة طبعا بتتناول العديد من القضايا ذات الأهمية البالغة، سواء من جانب الناحية الاقتصادية بصفة أساسية أو مردودها السياسي في مجالات أخرى عديدة. مصر في هذه القمة كعادتها لها دور محوري في المحاور التي ستتناولها القمة، وهي محاور تتعلق بدور النيباد، ومصر ترأس لجنة النيباد في الوقت الحاضر، وتتعلق أيضا بالمناخ وتغيراته وتداعياته، ومصر هي دولة الرئاسة للمناخ حاليا بحكم ما كانت مؤتمر قمة مناخ كوب 27، وأيضا فيما يتعلق بعملية النماذج الاقتصادي والتكامل الإقليمي، فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة وكيفية تسريع خطوات تفعيلها وتنفيذها، وكل ذلك في إطار برنامج التنمية المستدامة للاتحاد الأفريقي 2063. نعم. طبعا هذه القضايا وهذه الأمور لا ارتباطات بالقضايا التي نشأت عن الثالوث الخاص بجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وتغيرات المناخ، ونخص بالذكر أزمة الطاقة وأزمة المياه وأزمة الغذاء. نعم، صحيح هناك أولوية للأبعاد الاقتصادية في هذه القمة، لكن أيضا من ما سيطرح نفسه للمناقشة هو تمويل الاتحاد الأفريقي الذي تساهم فيه مصر ب7.5% وترشيد هذا التمويل. كيف ترى هذا الأمر سعادة السفير؟ موضوع التمويل هو موضوع محوري، لأنه هو في حد ذاته مرتبط بعملية الاستثمار، والاستثمار يعني هو مطلب ملح وعاجل فيما يتعلق بالبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية المختلفة. ونحن نعلم أنه كان هناك مؤتمر فيما يتعلق بالتمويل الألماني المتعدد الأطراف، وكان الهدف منه أساسا هو دعم الدول ذات الاقتصاديات التي تواجه تحديات، على أساس أن تكون هناك قروض ميسرة وسهلة تراعي ظروف هذه الدول. وأبرزها طبعا هي الدول الأفريقية، خاصة ولها عبء ضخم فيما يتعلق بالديون. أعتقد موضوع التمويل هو موضوع محوري في هذه القمة لارتباطه كما أشرت موضوع الاستثمار، وبالتالي لأن الاستثمار بينعكس على موضوعات الخاصة بالتطور الاقتصادي والتنمية المستدامة وتنشيط منطقة التجارة الحرة، وأيضا فيما يتعلق بتنشيط العلاقة ما بين التجمعات الاقتصادية المختلفة. نعم. ومنطقة التجارة الحرة في إطار برنامج الاتحاد الأفريقي الخاص بالتنمية المستدامة. أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية.